وفي جانب من الغرابة. الموضوع الأول ويمكن تناولته كتير من وسائل الإعلام في مصر والمواقع خاصة، وكمان حصل بيه اهتمام عربي كبير في وسائل الإعلام العربية. الموضوع النهاردة كمان أثاره أحد نواب البرلمان، وهي قصة أسراب الجراد السوداني. أيوة، أسراب الجراد السوداني، موجة من الجراد هاجمت شمال السودان وتسببت في خسائر كبيرة للغاية في المحاصيل الزراعية المختلفة. وطبعا السودان بيعاني من حالة طبعا من التسيب شوية أو حالة من الفوضى شوية بسبب طبعا أعمال القتال اللي بتجري في السودان، وطبعا ده أثر على إمكانيات مكافحة الجراد، وده أدى إلى خسائر كبيرة ومروعة في المحاصيل السودانية الزراعية. الفكرة بقى أنه هذه الموجة وصلت لشمال السودان، فبيتساءل عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب محمد عبد الله زين اللي قدم طلب إحاطة للبرلمان، بيقول هو احنا استعدينا للموجة اللي جاية واللي تقريبا باتت على حدود مصر ولا لأ، وازاي هنقدر نكافح موجة الجراد القادمة. سيادة النائب محمد عبد الله زين معانا دلوقتي على التليفون، بنرحب بيك يا فندم في الخلاصة. أهلا معلومة السادة المشاهدين. أهلا بيك. يعني هروح مع حضرتك، طبعا قرأنا بعض التقارير لشوية قلقتنا وشفنا أثار موجة الجراد في عدد من القنوات العربية على شمال السودان. هل حضرتك بتتوقع أنه هذه الموجة قادمة لمصر؟ ولو قادمة لمصر فهل استعدينا لها ولا لا؟ هو ده اللي أنا بتكلم فيه دايما. مش عايز أنا الحكومة المصرية تكون رد فعل الحدث، إنما تكون لديها القدرة على التنبؤ من هذا النوع من المشاكل، لأن النوع ده من المشاكل يسبب أشكال اقتصادية، يعني أزمات اقتصادية عارمة، وخاصة إن إحنا يعني طبيعي كده إحنا في أزمات اقتصادية، فما فيش داعي إن إحنا نتأثر بالمحاصيل. مش ناقصين حاجة زيادة. يعني. كمل يا فندم اتفضل. بقول لحضرتك طبعا النوع ده من الجراد أو النوع ده اللي انتشر نتيجة الظروف البيئية الموجودة في السودان، يعني عامل أزمة كبيرة. قد يكون وجوده في محافظات الصعيد شيء مقلق للمحاصيل الزراعية الهامة اللي احنا بنتميز بيها، وانت عارف برضو ان النوع ده من المحاصيل بيدخل بهجمات شرسة. اسمه الجراد الصحراوي، كبير ومخيف. نتيجة احكامه الكبيرة وكمياته الكبيرة. انت عارف ان هو كمان لما بيأثر على المحاصيل الزراعية بيأثر على النباتات من خلال الانبعاثات اللي بتطلع منه هو يعني. يعني ليه تأثير بيئي خطير، يعني مؤثر على المحاصيل ومؤثر على النباتات ومؤثر على الانسان نفسه. طيب انا مش عايز الحكومة بتاعتنا دايما تبقى رد فعل الحدث، عايزها دايما تكون لديها القدرة على التنبؤ وان احنا ازاي نواجه المشاكل اللي من النوع ده ونفكر فيها قبل ما تيجي، مش هننتظر لما يجي الجراد وبعد كده تعمل له الاجراءات. طب جميل سيادة النائب، انا استاذنك تفضل معانا عشان احنا كمان معانا هنشرك الدكتور احمد رزق رئيس الاداره المركزيه لمكافحه الافات بوزاره الزراعه. اهلا بيك يا فندم، منورنا في الخلاصه. اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور احمد. شفنا مشاهد مرعبه حدثت في شمال السودان وتقارير مختلفة، وأنا يمكن طلعت على بعض منها وشفت كمان شهادات المزارعين، شيء مروع بيحدث في شمال السودان. فهل الموجة دي متوقع وصولها لمصر؟ ولو وصلت مصر كيف نستعد ليها؟ هو احنا في حالة استعداد فعلا، لأن في الفترة دي من كل سنة بيحصل التكاثر الشتوي، ومن شهر 8 الإدارة العامة لمكافحة الجراد موجودة في المنطقة دي في مرحلة استكشاف دائم لوجود أي حشرات. إحنا لدينا إدارة في تجمعات. إحنا عندنا إدارة مختصة بمكافحة الجراد. إدارة كاملة. الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي والطيران الزراعي. والإدارة دي تابعة للإدارة المركزية، وهي موجودة في المناطق المتوقع وجود فيها جراد زي المناطق القاحلة والشبه قاحلة. وبتعمل عمليات مسح واستكشاف دوري ودائم، ولكن السنة دي نتيجة لظروف سقوط أمطار بكميات مناسبة حصل زيادة لأعداد الجراد في الدول اللي هي تسميها دول التكاثر، اللي هي زي السودان، الصومال، إريتريا، اليمن، السعودية،
وجزء اثيوبيا وجزء من اثيوبيا. والنتيجه لتزايد الاعداد دي المفروض ان كل دوله بتقوم باعمال المكافحه الخاصه بالجراد اللي موجود فيها، الا ان السودان اعمال المكافحه فيها تكاد تكون منعدمه، مما ترتب عليه تكون جيل اول وجيل ثاني، وفي خلال ايام هيكون فيه الجيل الثالث، وبدات تتكون اسراب الجراد وتدخل الى مصر من الناحيه الجنوبيه. طيب الاداره عملت ايه؟ الاداره رصدت الاسراب دي وبدات تتعامل معاها، والى الان الحمد لله لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها يمكن اخر حاجه كانت موجوده النهارده الظهر، مفيش حاجه تعدت منطقه الشلاتين، والجراد موجود في الاوديه الجبليه، ورجال الاداره العامه لمكافحه الجراد بتتعامل مع اي اسراب بتدخل او بيتوالى دخولها. طيب طيب يا فندم، برضو سياده النائب محمد عبد الله زيب بيقدم طلب احاطه في مجلس النواب او في البرلمان المصري. يعني يعني احنا اسمح لي وهو موجود معانا على التليفون دلوقتي بيسمع حضرتك. هستسمع حضرتك. يعني احنا بننقل دلوقتي واقع، وبنطمن يعني الساده المشاهدين بان الى الان لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي فيها سيطره على الاسراب اللي دخلت وتم مكافحتها ولم تتعدى منطقه الشلاتين. طيب بس ده يعني حضرتك بتقول ان الوضع تحت حضرتك دلوقتي بتقول ان الوضع تحت السيطره، وان اسراب الجراد دي بالفعل بدات دخول مصر لكن احنا كافحناها. الجراد السرب اللي بيدخل وبيتم رصده بيتم مكافحته. طيب خليك معايا يا فندم سياده النائب برضو. لكن بس انا عايز اوضح حاجه لحضرتك. طب خليك معايا بس سياده النائب يعني محمد عبد الله، هل حضرتك لديك اي استفسار او سؤال للدكتور احمد رزق؟ هو بيقول الوضع تحت السيطره، هل حضرتك عندك فكر تاني او تصور تاني او سؤال تاني؟ لا احنا بنشرح بالدكتور احمد رزق الاول، وهو وضح ان في استعداد، طالما ان في استعداد واحنا نثق في كلام الدكتور ان احنا لو عندنا استعداد معناه، ودي حقيقه، لان لغايه دلوقتي لم يتم تاثير اي فوج من الافواج اللي جت دي له اي تاثير حتى تاريخ. فاحنا يعني بنتعشم ان يكون الاداره المعنيه بهذا الامر على يقظه واستمرار العمل حتى نضمن سلامه اراضينا وما حصلنا في الفتره اللي جايه. انا بشكر طبعا حضرتك سياده النائب ومتابعتك، وطلب الاحاطه حضرتك تقدمت بيه طبعا مهم، لان ده دور مهم للبرلمان، لازم التحوط والاستعداد. دكتور احمد رزق رئيس الاداره المركزيه لمكافحه الافات بوزاره الزراعه، حضرتك بتقول ان الوضع تحت السيطره، هل يمكن الاستفاده من موجه الجراد القادمه ولا صعب؟ مش ده النوع، لانه بيقولوا النوع ده الصحراوي بيبقى اكثر ضراوه من غيره، لو حضرتك توضح لنا برضه. يعني الاول احنا بنشكر سياده النائب على ثقته يعني فينا، لانه يعني فعلا يعني احنا موجود من فتره والناس بتتعامل معاه، واحنا ما حسيناش بوجود اذا كان في جراد او لا. يعني احنا بنتعامل على الوضع مع الوضع طبقا لمقتضياته، وبناخد الاجراءات اللي من شانها ان تصد الهجمات دي، وبنوسع نطاق المسح والاستكشاف. يعني استراتيجية التعامل مع الجراد في الفترة دي او في ظل وجود الاسراب اللي دخلت دي، عندنا فرق بتقوم باعمال المكافحة، عندنا فرق بتقوم تاني بموضوع المسح والاستكشاف، وعندنا فرق بتتابع عملية المكافحة بعد اجراء عملية المكافحة علشان نتأكد ان اي حاجة تدخل بنسبة كبيرة جدا احنا بنقضي عليها. اما وجود اسراب وفده، وده وارد انه بيحصل، ده مش عندنا بس، لان في السلوك بتاع الجراد عموما انه بيسلك طريق للهجره، بيجي مفهوم من المنطقه الجنوبيه من حدود السودان، يعني تحت فيه الصومال واريتريا واثيوبيا، بيحصل تزايد لاعداد الجراد فيها وبينتقل للسودان، ومن السودان بيبدا يدخل مصر من الناحيه الجنوبيه الشرقيه، وبعد كده بيدخل على ساحل البحر الاحمر، ومن ناحيه اليمن برضه بيحصل تزايد وبيدخل على السعوديه وبيدخل على مصر. طيب احنا الى الان الرجاله موجوده وبيعملوا في ظل ظروف صعبه جدا، وبيصدوا اي هجمات موجوده، وان شاء الله نامل ان يعني نقدر نسيطر على الوضع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور احمد رزق رئيس الاداره المركزيه لمكافحه الافات بوزاره الزراعه،
بنشكر ايضا سياده النائب محمد عبد الله الزين عضو مجلس النواب. والخلاصه انه البرلمان او سياده النائب محمد عبد الله تقدم باحاطه للبرلمان بشان موجه الجراد القادمه، ووزاره الزراعه تؤكد ان كل شيء تحت السيطره.